أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعني وإياكم على خير إن شاء الله في هذه السلسلة الطيبة المباركة الكتاب المبين. وقبل أن أبدأ هذه الحلقة، علينا واجب تجاه زملائنا وأحبتنا في العمل، فأتقدم باسمي وباسم كل أعضاء القناة وأسرتها بخالص التعازي لابننا الحبيب وزميلنا المصور في القناة الأستاذ حسن إبراهيم لوفاة والده رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما أنني أدعو وباسمي وباسم أسرة القناة أيضا لأخي وزميلي الحبيب الإعلامي الأستاذ عمر الحنبلي، أدعو الله تبارك وتعالى أن يخلفه خيرا وأن يعوضه خيرا عما فقده في بيته من حريق ألم بشقته والتهم كل ما في هذه الشقة، فأدعو الله تبارك وتعالى أن يلهمه الصبر والسلوان وأن يعوضه خيرا مما فقد. وكذلك يعني عزاؤنا لسيدنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي. أيها الإخوة الأكارم، موضوع اليوم إن شاء الله في الكتاب المبين هو موضوع قديم متجدد إلى يوم القيامة إن شاء الله، والبحث فيه كأنك تبحث عن اللآلئ في البحور، في أعماق البحور والمحيطات، ألا وهو إعجاز الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، هذا الكتاب المعجز والذي يحتار فيه العلماء كلما توغلوا في قراءته وكلما أمعنوا في البحث في حروفه، حتى أننا نجد أن العلماء منذ سالف الزمن يتحدثون عن الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، وأهل اللغة قسموا الإعجاز إلى الإعجاز البلاغي والإعجاز البياني والإعجاز في الحروف والإعجاز في عددها والإعجاز في شكل وكتابة الكلمات والقرآن الكريم، إعجاز في شكله وإعجاز في كتابته وإعجاز في رسمه وإعجاز علمي، والإعجاز العلمي كل عالم يأخذه بطريقته. في الطب هناك إعجاز، في الجيولوجيا هناك إعجاز، في الكيمياء هناك إعجاز، في الفيزياء هناك إعجاز، في علم النفس هناك إعجاز، في علم الاجتماع هناك إعجاز، في كل مناحي الحياة العلمية وغير العلمية. حينما ننقب في هذا الكتاب نجد أنه معين لا ينضب. النهاردة إن شاء الله هناخد شيء بسيط جدا من الإعجاز البياني واللغوي في القرآن الكريم، وخير من يحدثنا في هذا الأمر أستاذنا وشيخنا وحبيبنا فضيلة العالم الجليل الشيخ الدكتور بشير المحلاوي. أهلا بك. حياكم الله. وحياك.
منور الدنيا كلها. أسعد الله قلبك. بارك الله فيك. وبارك الله لنا فيك. احنا بنسعد بيك جدا جدا حينما تكون على شاشة الرحمة معنا. بارك الله فيك. شرف لنا. من القلب إلى القلب. بارك الله فيك حبيبي. أسعد الله قلبك. يا رب. الله يكرمك. وأيضا يشرفنا أن يكون معنا ابننا الفاضل القارئ الشاب محمد فريد عطية. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ولنبدأ بخير الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده. الله يفتح عليك. الله. جنوده من الجن والإنس والطير. فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين صدق صدق الله العظيم. فتح الله عليك يا شيخ محمد، صوتك فيه رقة ما شاء الله ما شاء الله، ولا يا شيخ بشير تبارك الله فيه رقة ما شاء الله، نفع الله بي ورفع الله قدرك. الله يكرم مولانا الحبيب، شرفتنا أسعد الله قدرك ونورتنا، بارك الله فيك. مولانا موضوع الإعجاز موضوع يعني تحدث فيه العلماء منذ يعني فترات طويلة وأزمنة بعيدة، ولكن يعني يا ريت في هذه الحلقة نزيد الشعر بيتا يعني ونتحدث عن يعني معنى الإعجاز وكيف تحدث عنه العلماء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى الحبيب المفتدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية يعني أنا قلت بخاطري فيما قرأ فضيلة الشيخ وبه إعجاز ربما أن نتعرض إليه في حلقة نخصصها له، لكن إذا تكلمنا عن القرآن الكريم، لو أن إنسانا ربى حيوانا أليفا ودربه تدريبا محكما، إذا أشار إليه بأصبع قفز، وإذا أشار إليه بعينيه أكل، هل إذا تحدث هذا الإنسان مع أخيه أو مع صديقه هل يفهم هذا الذي ضرب خطابا دار بينهما؟ طبعا من الصعب، من الصعب. هكذا قال الإمام الغزالي في أول كتاب القرآن الكريم في إحياء علوم الدين، قال إن الله يعطينا في القرآن إشارات لتقريب معاني القرآن حتى يبقى القرآن غدا طريا. الله فسر القرآن من يد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وفسر الله سبحانه وتعالى بعض آيات القرآن، حينما أتى بمجمل أتى بعده بمفصل، حينما أتى بغامض أتى بعده ببيان. يا سلام، وهذا في كثير من القرآن الكريم. حتى حينما ننظر إلى القرآن الكريم نرى أن القرآن الكريم له لفتات يقرب الصورة كما تقرب هذه الكاميرا التي تسجلنا الآن مع فارق التشبيه. يأتي من زاوية ليلمح أمرا معينا، ويأتي بزاوية أخرى في آيات أخرى ليلفت بأمر معين. سبحان الله، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أعبيدك ولا عبادك؟ عبادك. هذا واجب من أوجه البلاغة والبيان القرآني.
لماذا لم يقل عبيدك؟ نعم. وما ربك بظلام للعبيد، للعباد ولا العبيد؟ العبيد، لأن العبيد يشمل بهم البر والفاجر والطائع والعاصي والمؤمن والكافر والمحسن والمسيء. فإذا عدنا سريعا إلى إعجاز القرآن الكريم وجدنا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن غضا طريا، سبحان الله. فصل الله بعضه، فصل النبي بعضه، فصل الصحابة بعضه، صحيح. في كل جيل يخرج عشرات ومئات المفسرين يفسرون القرآن، صحيح. وسيظل، يا سلام. وستبقى الأمة في حاجة لمن يشرح له ويوضح لها غامض القرآن الكريم. أول آية قرأت به واستفتحت بها هذه الحلقة ألف لام ميم، هذه الكلمة تتكون من ثلاثة حروف، ما الفرق بينها وبين قولي ألم نشرح لك صدرك؟ ثلاثة حروف أيضا، نفس الحروف ونفس التراكيب ونفس كتابة الحرف، فما الذي فرق بينها؟ إنه التعليم والإعجاز. الله أكبر. العلماء تكلموا عن ألف لام ميم ما يقرب من 50 قول، يا سلام. ما معناه؟ بعضهم ذهب قال معناها قسم بالقرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب، طه ما من الأحرف المعجم، ما أنزلنا عليك القرآن، قاف والقرآن المجيد، طاسيم وهكذا، طاسيم ميم وهكذا. وأتى بعضهم فقال لا، هذا التفسير لا نقبله. فإن من آيات القرآن الكريم التي ابتدأت أوائل بعض الصور بها ليس هناك ذكر القرآن، ألف لام ميم غلبت الروم مثلا في أوائل سورة مريم. فاختلف العلماء، أتى الإمام ابن كثير رضي الله عنه وأرضاه في مقدمة تفسيره قال احتار العلماء في معنى هذه الأحرف، الأحرف التي تبدأ بها بعض السور، ما 29 سورة بدأ القرآن في 29 سورة بهذه الأحرف المعجمة. قال فألهمني الله بقول نص حكيم قاطع له سر. الله الله، جمع الحروف التي ضبطت بها 29 سورة ونسجها في جملة نص حكيم قاطع له سر. إذا تكلمنا عن إعجاز القرآن في كلمة واحدة وفي حرف واحد وفي ضبط للضمة والفتحة والكسرة والسكون وغيرها من الأمور، لطار العقل من مكانه وما ثبت إلا أن يثبته الله، صحيح. لعلنا في هذه الحلقة أن نزيل اللسان يا رب، يا ونوضح رب بعض يا هذه الأوجه يا رب، ونأخذ يا نماذج من بعضه إن شاء الله، إن شاء الله. فضل الدكتور، يعني موضوع إعجاز القرآن موضوع يعني كبير وواسع، نعم. وأنا يعني كنت في البداية، يعني في بداية حياتي وأنا شاب صغير، كنت أتعجب لما أجد أنه المستشرقين مثلا يدخلون في الإسلام، وكان طبعا أكبرهم كان روجيه بارودي الفرنسي، وسمى نفسه رجاء بارودي، ودخل في أعماق الإسلام وألف كتبا دفاعا عن الإسلام وغيره، والخالدون 100 أعظمه محمد، وكثير من هؤلاء المستشرقين الذين دخلوا، كنت أتعجب جدا. فضل الدكتور، أيضا كنت أتعجب لما ألاقي واحد زي الدكتور أحمد شوقي مثلا، مش أمير الشعراء، الدكتور أحمد شوقي معروف، وهو عالم من العلوم، يعني العلوم المادية بيسموها، ويتحدث. لما الدكتور زغلول النجار نجد أنه أيضا يتحدث وهو عالم أيضا، وغيره وغيره، وعلماء الفلك والطبيعة والرياضيات وغيره وغيره. وبعدين نيجي على علماء البلاغة والأدب وعلماء اللغة وعلماء يعني هؤلاء ويتحدثون عن الإعجاز، فنقف يعني إجلالا واحتراما، نعم، لكل حرف في القرآن الكريم. وسيبقى هذا القرآن إن شاء الله إلى يوم القيامة، يوم القيامة، إلى يوم القيامة، نعم. واضح، نعم.
واضح جدا، لأن كل يوم يعني مولانا الشيخ الشعراوي كان يقول لك دي تأملات في القرآن الكريم. نعم نعم. وحتى ابن كثير وحتى الطبراني وحتى الـ كل المفسرين وغيره هي هم تأملات. نعم. ففضلتك يعني مسألة لغوية كده بسيطة، أن القرآن الكريم فيه أحيانا تقديم وفيه تأخير. نعم. فريت ناخد أمثلة والحكمة منها طبعا. نعم. أحيانا نجد القرآن الكريم يأتي بجملة أو يقدم جملة. نعم. أو ينزع أحرفا في خطاب ويبقيها في أحرف. أضرب لك بعض الأمثلة. فضل. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ممتاز. ويأتي في آية أخرى: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. تمام. فلماذا انتزع المعلوم من الخطاب الآخر كلمة المعلوم؟ نعم. هل حينما وجدت في الخطاب الأول فلماذا لم توجد في الخطاب الثاني؟ والله من غير أطل كلامك يا دكتور بشير، إن حتى يعني البحث في هذا الأمر إعجاز. نعم. والله العظيم إن العلماء نفسهم يصلوا إلى هذه الدرجة من الدقة. نعم. في التأمل، فهذا والله إعجاز. هذا مما يزكي الإيمان ويقويه. سبحان الله. قال أهل العلم: إن والذين في أموالهم حق معلوم، إنما يقصد الله في هذه الآيات وفي هذا السياق القرآني الحق المعلوم الزكاة الواجبة. يا سلام. التي تجب على المال وفي المال. نعم. وأما والذين في أموالهم حق للسائل قد شمل كل الصدقات حتى ولو غير الواجبة. فإنه يقول للمعسر: أنفق ينفق ربك عليك. ومن لم يبلغ المال عنده النصاب أنفق يعطيك ربك. الله. ومن عنده دين أنفق يقضي الله عنك دينك. اقرأ الآيتين تاني كده: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فرق المعنى بعد ما فسرناها؟ فرق. نعم. والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. الأولانية خاصة والتانية عامة. نعم. ننتقل إلى حوار آخر في القرآن الكريم. أوائل سورة النور تكلم الله سبحانه وتعالى عن نوعين من البشر. نعم. وهم أهل فعل الفاحشة. يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أقف. طيب. ثم يأتي في الآيات التي بعدها ويقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. آية مرعبة. الله. آية مرعبة. سبحان الله. هي مرعبة في إقامة الحد. وفي التجرؤ على أمر الله، على حرمات الله عز وجل، وفي التجرؤ على ما حرم الله. نعم. 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 ولكن لماذا بدأ في الحد والعقوبة بالمرأة؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. كلاهما على معصية. وكلاهما قد اقترف كبيرا. وكلاهما إن لم يتوبا فلهما عند الله عذاب أخر لهما في الدار الآخرة. ولكن لماذا بدأ بالمرأة؟ قال: أن المرأة هي التي عليها تمام هذه الفعلة وبدايتها. يا سلام. فلو زجرت للزاني ما ابتدأ. طبعا 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 طبعا. فالكلاب لا تقترب من حاضرة الأسود. يا سلام. الله الله. فلذلك بدأ بها الزانية والزاني. فلما أتى بالخطاب في الزواج: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. مين اللي بروح يتزوج؟ المرأة بتروح تخطب ولا لا. الرجل اللي بروح يخطب؟ الرجل بروح. الفطرة السليمة أن الرجل الذي يتقدم للزواج. نعم نعم. حتى وإن كان على معصية.
يا سلام. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. خطاب عجيب، وحرم ذلك على المؤمن. خطاب عجيب. لما ترى في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يتكلم في خطابه يقول لنا إيه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، معايا يا شيخنا؟ فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. أقف معايا أول الآية الإيه؟ فأما، والتي بعدها وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الابتلاء بالنعمة، بالسيارة، بالزوجة الصالحة، بالبيت الطيب، بالمال الوفير، بالصحة، بالأولاد الطيبين، بكل أنواع الابتلاء بالخير. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، أتى بكلمة الفاء، فاء، منوها لنا أن الابتلاء بالنعمة دائم عند العبد أكثر من الابتلاء بالإيه؟ يا سلام. بالسلب. يا سلام يا سلام. وقل من يبصر هذا النوع من النعيم المقيم في الدنيا إن لم يكن شاكرا لرب. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه في الأول، فأكرمه ونعمه. الإكرام ابتلاء. الله. الفاء، أنا أعلق على الفاء. على الفاء. بيدي مقدمات. خلي بالك، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون. الله سبحانه وتعالى يغمز لك في قلبك يا عبدي عد إلي، يا عبدي أنا ربك أعطيك حتى تعود إلي، مرة بفقد، مرة بسلب، مرة بأخذ. الله الله. ولكن هذا الأخذ يأتي على تؤدة. الله. وأما الواو في اللغة، وأنت أستاذنا في اللغة، العفو. الواو تدل على الإيه؟ الاشتراك ومطلق الجمع. والواو على العطف والتراخي، الترتيب والتراخي. والفاء على العطف والفورية، السرعة. فأما يأتي إليك الخير ولا يدري به الإنسان لأن لكثرة وجوده عنده. فأما، اسمع بقى، اقرأ آيتين تاني كده. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول. ما بيسلبش مرة واحدة. الله. يا سلام. ما بيرفعش الستر مرة واحدة. الواو والفاء. يا سلام. ما بيسلبش النعمة مرة واحدة. الله أكبر الله أكبر. ولذلك لما أتى الرجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقد سرق هذا الرجل، فأقسم هذا السارق أنه يسرق أول مرة، قال عمر كذبت يا أبا الحسن، أقم عليه الحد. وسيدنا علي كان قاضي المسلمين. نعم. في عهد سيدنا الصديق. نعم. وفي عهد سيدنا عمر، وفي عهد سيدنا عثمان رضي الله عنهم جميعا. فإذا برأ من الحد فاجلده 80 جلدة. قال يا أمير المؤمنين وما كيف نجلده؟ الحد القطع. قال أنه كذب على الله. يا سلام. فلما قطع ثم جلد. نعم. فقال علي رضي الله عنه وارضاه له: أما القطع فقد قطعت، وأما الجلد فقد جلدت، فكم هذه المرة؟ الله. الله. الحادية والعشرين. يا الله. يا سلام. اقرأ الآيتان وامسك القصة دي. يا سلام. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. مسألة مش، لما تنظر القرآن الكريم لن تجد كتابا من في القرآن الكريم من الكتب التي نزلت قبل القرآن أتى بقول أنزل. دور كده. نعم. اسمع، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. جميل. طيب،
لما تكلم في القرآن الكريم في أول أوائل سورة آل عمران يقول إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي نزل عليك الكتاب الحق وأنزل نزل وأنزل نزل وأنزل نزل وأنزل نزل في كتابنا وأنزل طيب أنا عايز أسمعها بقى كويس بس أسمع الشيخ محمد كمان شوية أصل أنت النهاردة النهاردة عليك نور آمين الله أكبر ودائما عليك نور أنتوا الاثنين والله ما شاء الله فضل يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
صدق الله العظيم. انت عليك عسل النهارده. الله يبارك ان شاء الله. فضيله الشيخ بشير ربنا يبارك فيك. نور على نور. بارك الله فيك. بس الاستاذ محمد البطريقي المخرج بيقول لي وقتك خلص. ما شاء الله. تعيدونا ان شاء الله ان يكون في بقى اقول ايه حلقات او سلسله نتحدث فيها عن الدرر اللي حضرتك ايه اللي انت عملته فينا النهارده. الله يبارك فيك. عملت فينا ايه؟ ولو بدانا من اول القران في ان شاء الله. اه ما شاء الله. اه ان شاء الله يكون لنا سلسله كده من حلقات كل فتره باذن الله. نسعد ان شاء الله. شرف عظيم لنا. الله يكرمك. بارك الله فيك. قلبك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقه الطيبه المباركه من هذه السلسله الطيبه المباركه الكتاب المبين، لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفي العزيزين الحبيبين فضيلة الشيخ الدكتور بشير المحلاوي من علماء الأزهر الشريف، وإلى ابننا الحبيب فضيلة الشيخ محمد فريد عامر القارئ بمصر والعالم العربي والإسلامي، كل الشكر والتقدير لحضراتكم لحسن الاستماع والمشاهدة. بس قبل ما أختم أرجو من حضراتكم وكالعادة وأنتم تسعدونني بهذا أن احنا ناخد مقاطع كده من كل حلقة، لأنني أعلم مدى تأثير الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي في الرؤية والمشاهدة، وربنا يجعلكم يجعله في ميزان حسناتكم جميعا، ونلقاكم على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.